ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي العراقي الأستاذ نظير النداوي. أستاذ نظير، بداية مرحبا بك. واشنطن تتحدث عن أدلة مقلقة لتدخل إيران في الانتخابات المقبلة في العراق، ما شواهد هذا التدخل برأيك؟ حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. يعني هذا التصريح أخيرا يعني الولايات المتحدة وعلى لسان مسؤول كبير متمثل بوزير الدفاع يصرح بشكل يعني لا يقبل الشك بأن هناك تدخلات حقيقية من دولة إيران في التأثير على السياسة الداخلية في العراق. وكنا نتمنى أن هذا التصريحات من المسؤولين الأمريكيين يعني كان ممكن قبل 15 سنة وإيران تتدخل في العراق، لم نسمع أي تصريح من مسؤول أمريكي يدين هذه التدخلات، بل كانت هذه التدخلات برعاية أمريكية في داخل العراق. الذي قال وزير الدفاع أنه يعني في الانتخابات القادمة أن هناك تدخلات حقيقية عبر ضخ أموال كبيرة يعني المرشحين وكذلك الناخبين للتأثير على يعني نتائج الانتخابات، وأغلب الظن أنه يقصد تدخلات إيران في دعمها لمواليها من الكتل السياسية المنبثقة من الميليشيات الحشد الشعبي وكذلك كتلة نور المالكي، اللذان يعني ربما مستقبلا سيندمجان ما بعد الانتخابات لتشكيل كتلة كبيرة يخرج من عندها رئيس وزراء، وأغلب الظن سيكون نور المالكي. هكذا تخطط إيران، ولكن تصريح وزير الدفاع يبدو أن الولايات المتحدة هذه المرة جادة في محاولتها لتقويض النفوذ الإيراني، لكن هل ستنجح الولايات المتحدة بذلك؟ يعني أنا حقيقة وفق المعطيات على الأرض أشك في ذلك. لمصلحة من التيارات يتم تدخل إيران بهذا الشكل؟ كما ذكرت لك أخي الكريم، الآن إيران تحاول جاهدة أن يكون للحشد الشعبي تمثيل حقيقي في الحكومة المقبلة، وكذلك دعمها لتكتل نور المالكي الذي ربما سيكون هو مرشحها يعني لرئاسة الوزراء في الحكومة القادمة عوضا عن العبادي. طيب، توقعاتك لنتائج هذا التدخل أستاذ نظير، ما توقعاتك لنتائج هذا التدخل في تشكيل الشارع السياسي العراقي؟ يعني الجميع لا ينكر قدرة إيران على يعني قدرتها على التأثير بالساحة العراقية، فكل الدلائل الموجودة في العراق سياسيا اقتصاديا وحتى اجتماعيا وعسكريا تدلل على أن إيران لديها اليد الطولة في تحريك كل هذه الأمور داخل العراق. وبالتالي يعني أنا أرى أن جهود الولايات المتحدة في تقويض النفوذ الإيراني ستكون عسيرة وصعبة. الآن تحاول الولايات المتحدة وبمساعدة أيضا المملكة السعودية إيجاد موطأ قدم في العراق لموازنة النفوذ الإيراني، ولكن الأمر متأخر جدا. لكن مع ذلك ربما يحققون فرصة، لكن بالنتيجة يبقى النفوذ الإيراني نفوذ قوي وله يعني أدوات على الأرض. نعم. علي يونسي مستشار روحاني يصرح أن إيران أصبحت إمبراطورية وعاصمتها بغداد، كيف تتعامل الحكومة في بغداد مع تلك التصريحات؟ يعني أنا أجد أفضل أسلوب ممكن أصف به حكومة بغداد في التعامل مع هذه التصريحات الاستفزازية التي يقوم بها المسؤولين الإيرانيين، والتي تحمل أيضا معاني المهانة والإذلال لمن يحكم في بغداد، هو استعمال الإذن الطرشاء، يعني بحيث يجعل نفسه أنه لم يسمع هذا التصريح بالرغم من مسه بالسيادة الوطنية التي طالما يتغنون فيها. كثير من هذه التصريحات وحتى تصريحات يعني على ولايتي قبل بضعة أسابيع كانت تصريحات استفزازية قوية، ولكن لم يصدر أي رد فعل رسمي حكومي. لماذا؟ لأن هي الحكومة بنفسها هي أسيرة للميليشيات الموالية لإيران، وبالتالي هي ليست لها إرادة حرة في الرد على مثل هكذا تصريحات استفزازية.
شكرا جزيلا لك من اسطنبول المحلل السياسي العراقي الأستاذ نظير النداوي.